من الأشياء اللي دائما أحذر منها وأنصح بتغييرها باستمرار كل 3 سنوات غطاء الراديتر. أنتوا عارفين غطاء الراديتر هذا البسيط ممكن يخبط عليك ماكينة كاملة، تهمله ما تشتريه ب50 ريال ولا 40 ريال، وللأسف يتسبب بتخبيط ماكينة كاملة يكلفك ممكن توظيف 7000 8000 10000، لأنه خربان. شوف غطاء الراديتر شو يسوي، يفتح ويقفل، يسمح للماكينة تتنفس في الوقت اللي هي تختاره، ترجع الموية للراديتر للماكينة في دورتها كاملة. نصيحة أخوكم، غيروا غطى الراديتر باستمرار كل 3 سنوات إلى 4 سنوات أو كل 80 إلى 100 ألف كيلو، ولازم تشتري الكيلو باسكال اللي مكتوب عليها. سيارتي هنا مكتوب عليها 108 كيلو باسكال، فلازم تشتري نفس الضغط ولا تغيروا. نصيحة، دائما أنا أحذر من هذه النقطة، لأنه كثير سيارات راحت مكاينها وخبطت بسبب هذا الغطاء، ولازم تشتري أصلي وزي ما قلت لكم بالكيلو باسكال اللي مكتوب عليها. بالتوفيق يا رب.